ابو جرك. طيب بسألك سؤال صدق والله ابو جرك ما ادري ترى. يقولون في ناس من البدو اول يعني من البدو اول وفي ناس يمكن لحد الحين عندهم بعد انه الحرمه تتغطى على الرجال. اي عادي تلازم شيء تغطى تدري تتغطى يعني تخيل مثلا زوجة 20 سنه ما شاف وجهها. تدري امي ولا شفت وجه امي؟ انت ما شفت وجه امك؟ لا والله ما شفت وجهها. امك ما شفت وجه امك؟ والله دخلت عليها مره في الخيمه تصلي ولعنت والدي عشان ما توريك وجهها. عشان ما تكلمت دخلتي باكر تصلي. صادق انت امك طيب ذي؟ هي امي. يا شلون؟ هذا شيء يعني ما تعرف ملامحها وكذا؟ لا. انت لو تزوج لازم تغطى فهمت؟ مو بلازم. الحين حتى زوجتك راح تغطى عنك. لا تفتش عادي بس مو بكل يوم فاشت وجهها قدامي. بس بترك يعني امك احس الام لا شيء ثاني. ليه؟ شلون ليه ولد امي بشوف وجه امي انا. هي امي كذا هي كذا. انت ما تحب امك على خدها وكذا. مريض انت تحب امي على خدها. يعني ما تحب امه راس امك كذا خد امك عادي ترى ايدها. اي احب راسها واحب ايدها خدها ليش؟ امي يا اخي سلم عليها مثلا اروح اسافر وكذا سلم عليها عادي يا اخي. لا ما اعرف استحي. تستحي من امك؟ ايوه.